شاهدينا الثامنة صباحا مواد مع موجز لأهم الأنباء مع لمبي حمدي، تفضلي يا لمبي. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قدم الرئيس السيسي التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيسا لتركيا لفترة رئاسية جديدة. من جانبه أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصريين والتركي، واتفق على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين، وذلك في ذلك الإطار قرر الرئيسان السيسي وأردوغان البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء. استقبل الرئيس السيسي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي ثمن علاقات التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبذلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين. وأكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة، وتطرق اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين، واستعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان. قال المكتب الأمريكي للشؤون الإفريقية إن السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تم توقيعه في 20 من شهر مايو الجاري لمدة 5 أيام. وأضاف المكتب الأمريكي للشؤون الإفريقية أن التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول. أصيب أكثر من 30 عنصرا في قوة حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلنطي في كوسوفو خلال مواجهات مع متظاهرين صرب طلبوا بمنع رؤساء بلديات ألبان منتخبين من تولي مناصبهم. وقالت القوة المتعددة الجنسيات إنها تعرضت لهجمات غير مبررة بعدما اشتبك متظاهرون مع الشرطة وحاولوا أن يشقوا طريقهم إلى مبنى حكومي في بلدة زفتشان الشمالية. وأدان حلف شمال الأطلنطي بشدة الهجمات على قوته، مشددا على وجوب أن يتوقف العنف فورا. أعلنت كوريا الشمالية أنها تعتزم إطلاق قمر اصطناعي تجسسي في يونيو المقبل لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها. واتهم راي بيونغ شول نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في الحزب الحاكم بكوريا الشمالية الولايات المتحدة بالقيام بأنشطة تجسس جوي معادية في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها. وكان مسؤولون يابانيون قد أعلنوا أن بيونغ يانغ أبلغتهم أنها ستطلق قمرا اصطناعيا اعتبارا من هذا الأسبوع، محذرين من أنهم يعتقدون أن نظام كيم جونغ أون يعتزم في الواقع اختبار صاروخ باليستي في تحد للعقوبات الدولية المفروضة عليه. أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 16 ألف شخص اضطروا لإخلاء منازلهم في مقاطعة نوفا سكوشا شرق البلاد بعد أن هدد حريق في إحدى الغابات مناطق سكنية قرب مدينة هاليفاكس. وقالت أيضا السلطات أن الحريق الذي ما زال خارج نطاق السيطرة وفي السنوات الأخيرة تعرض غرب كندا مرارا لظواهر مناخية متطرفة زادها شدة الاحتباس الحراري. رياضيا، حقق الأهلي فوزا ثمينا على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري الممتاز. وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 56 من المباراة، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62 في صدارة جدول ترتيب الدوري من 24 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا عند النقطة 31 في المركز 12. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.